أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من تلفزيون وطن. حذر رئيس هيئة الشؤون الأسرى عيسى قراقع من تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام منذ 15 يوما خضر عدنان المعزول في زنازين معتقل هدريم ضد تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة. اعتصم عدد من موظفي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمام مقر الهيئة في رام الله للمطالبة بالمساواة ومنع التمييز بين الموظفين ومنع إدارة الهيئة على أساس مزاج بعض العاملين. منذ عدة سنوات نعاني من نتيجة حكم مزاجي في الهيئة المستقلة، عبر عن نفسه بالأمس من خلال رسالة تأتي إلى الطاقم العامل في الهيئة المستقلة تحذره من القيام بأي عمل احتجاجي، وتقول ويقول التعميم الذي أرسله لنا المفوض العام أنكم لعليكم أن لا تستجيبوا لأي تحريض، يعني يفترض أن في آخرين يحرضون من الداخل أو من الخارج، نفس نظام العربي الحاكم الذي كان يعتقد أنه أي هبة شعبية جماهيرية كان يحكمها بالضرورة أيدي خارجية، هذا استسخاف بالطاقم العامل. افتتح مؤتمر هيئة مكافحة الفساد وشبكة أمين الإعلامية في مدينة أريحة لتفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد داخل فلسطين، وناقش المؤتمر البيئة القانونية لضمان التغطية الإعلامية في قضايا الفساد وغياب القوانين التي تمكن الصحفي من الوصول إلى المعلومات. مهم الاستمرار. أعتقد أن وجود قسم تحقيقات في تلفزيون وطن هو جانب إيجابي ومشرق، لأن تلفزيون وطن عبر هذه التحقيقات تمكن من الكشف عن قضايا كانت غائبة عن وسائل إعلام كثيرة. المشكلة في الأساس أن وسائل إعلامنا لا تريد أن تقوم بدورا يؤدي إلى وجع رأس. وإلى الشأن الثقافي، أطلق الكاتب والمحامي رجا شحادة كتابه الجديد لغة الحرب لغة السلام باللغة الإنجليزية في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بمدينة رام الله بحضور عدد من الشخصيات الأجنبية والمحلية. الكتاب هو لغة الحرب لغة السلام، كتاب حاولت أن أظهر فيه تغيير في اللغة في المراحل المختلفة التي مر بها الشعب الفلسطيني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.